بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة لمتابع منبر قبيلة السهول الكرام، واليوم مع الحلقة 14 عن الفاو الشمالي. الفاو الشمالي وتسمى أيضا الدرويشية، تقع في الشمال الغربي لمدينة حفر الباطن بما مسافتها 25 كيلومتر تقريبا، وتبعد عن مدينة الملك خالد العسكري بمسافة 16 كيلومتر في المنتصف. تحيط بها الرياض وأرضها خصبة زراعية. يسكن الفاو الشمالي البرزات من قبيلة السهول ومعهم غيرهم، ومركزها من فئة باء يتبع محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية. بها العديد من المصالح الحكومية من مدارس بنين وبنات ومركز صحي وخدمات بلدية أخرى وغيرها. يرأس مركز الفاو الشمالي الأستاذ درويش بن فهد بن درويش. الفاو في قلبي معزة وتقدير لدار الحرارة اللي نومس حددها حبها دار الرجال المناعير من عودها يلين أصغر ولدها دار الابن درويش ريف المساير. يلا طلبتك لا تفرق عمدها اللي جنابه ما يجي منه تقصير وجمايله مهد حصى وش عددها درويش درويش البرازي هذا غير ما كنا إلا زير بالفعل وادها من روس قوم ما تعد المخاسير كل انت بمثله فصيلة ولدها اسمه علم في قمة طويق والنير ابو فهد روس النوايف صعدها بحر الكرم سمية زبون المخاسير والطائلة يمناه دايم بيدها. سلام لا ترى يا ضوا على شدار بربانها وش كل من قاف وبدده وعناه ادخل ادعى الفرازات وبشر بعدوانها فزعتهم تنعرض عند النهر المهل ازدت الحرب شعلتها ودخانها انعج جدا سبايا لا غدا صبح للجمع جمع الروس تعزلها عن امتانها